الحبه التعب بتاعنا شوي شوي مع السكر الدكتور راهو يتابع. لا قالت 160 جرام هو دار. ما تجيش فيها كامل دوق تاع السكر خاطر حتى تطلع حطيتوني في ورطه اليوم يعني خليتي حتى الطبيب حاضر وبعثتوني ندير الكاتو. نعم مع قرصه تاع ملح. اوكي دونك اربع حبات بياض البيض. ثلاثه بياض بيض. ثلاثه بياض بيض. حراره الغرفه. اها. دوك هكا نخلطوه على حمام مائي. لافا مائي. ومن ذاك المره ما نخلطوه نطلعوه بالباتور حتى تولي لنا لاموغانغ باش نبداو نزيدو بالزبده تاعنا نكونو هكا مقطعين هارونديلات تكون بحراره الغرفه تانيك الزبده.